بالنسبة لمركز المدن المملوكة الحية سواء من خلال عرض إنتاج المركز بالشراكة مع دار ثقافة البحر اللي هو محكمة ألفية الثالثة، أو من خلال إخراج الافتتاح اليوم من خلال العمل اللي قاعدين نشوفوا فيه توا، وعندنا زادة إن شاء الله مشاركة من خلال معركة الماء اللي هي نعتبروها صارة الماء اللي تحكي تخلد ذكرى مهمة برشا في صراع تونس مع جمهورية البندقية. بالنسبة لي نعتبر مهرجان هذا مهم برشا، عنده خصوصية يأرخ لي نقولوا احنا مواقع مهمة نساها التاريخ، نحاولوا أنه الأجيال هذه جديدة نعرفوها بتاريخ، خاصة مدينة صفاقس اللي هي صمدت أمام عديد الغزوات. هذاك علاش احنا كمركز فنون درامية وركحية بصفاقس نحبوا نشاركوا في أي تظاهرة تقدم إضافة للجهة.